سريع متى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سيف يبدا. 1976. عبد الله. سعود. والله أقسم بالله والله ودي أنش وأتفل بويس. سيف نقطة ثانية. 1952. عبد الله شوف زيد سنة نكت السنة بعطيك طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم حلقة جديدة من برنامج كاسبا. اليوم سعيد مطر سيف عبد الله، اليوم فول تيم نلعب لعبة اسمها تاريخ العرب. اللعبة هي أنا بعطيكم مثلا متى بنوا البناية ومتى تأسيس الدولة وشي، وأنتم تقولون السنة بس، ما أبغى الشهر ولا شيء، بس السنة. وإذا إجابتك بالضبط صح نقطتين، وإذا كلكم غلط وأقرب إجابة نقطة. حلوين؟ كتجربة على السريع، متى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سيف يبدأ. 1976. عبد الله. سعود. والله يوم ميلاد أبوي شفنا هالسنة من شي خلاص. كلام عبد الله صح. 2 ديسمبر. لا تعطيني المكان. المهم شي اللعبه فهمتوا؟ كلكم مواطنين الا سيف وعطني اخذ سيطره. انزين السؤال الاول، بما ان بدينا بتاسيس دول بنبدا بمطر، متى تم تأسيس دولة المملكة العربية السعودية؟ مكة، المدينة، والطايف، الدمام، الأزهر، العطار، إيش هذا ما تعرفه؟ أكشنها طليات، كيف؟ مطر وايد تم. والله أوكي خلاص. 1847. أوي سعيد. كم قلت؟ 1848. سيف. 1967. عبد الله. 1913. كلكم غلط، هذا شيء كلنا يعني نتفق عليه. أكيد كنا غلط. زمنا غلط. أقرب إجابة. ولا ليش أقول أقرب إجابة؟ الدولة تأسست في سنة 1932. عبد الله. عبد الله 1 والباقيين 0. نبدا السؤال الثاني سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد هلا. انا احس ان انت عندك من هالعرض شويه. ايوه بس ما اقول شيء، ما اقول شيء الدوله بس والله الحين اسكتوا لك كتل. لا 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 لا. متى تم تاسيس دوله مصر؟ احس لونك يعني شيء. احس لوني مصري؟ كيف؟ اوكي يعني متى تاسست دولة مصر؟ شرم الشيخ، اسكندرية. انت ليش تحرق؟ شو السالفة؟ شو يعطيني فكرت. لا ما يخصه ما يخصه. مو ما يخصه زين. تفلسف براحتي. تفلسف احسن من انك تمسك. صح. كانوا يارسين فأظني 1897. اللي بعدك سيف. 1877. اللي بعده عبد الله. 1873. مطر آخر واحد. 1834. زين معلومة أن السعودية تأسست قبل مصر. إيه
شو انزين اوكي صح يعني مصر تأسست بعدين بعدين عدين زعلان 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 سعاد اقرب واحد تقريبا 40 سنه والله طلعنا خلهم في البيت. السؤال الثالث نحول من تاسيس الى انديه. اوه يا اخي كلها تابع كركت يمكن انديه كركت سيف متى تم تاسيس نادي الهلال السعودي؟ السعودية تأسست فكر شيء صح. ايوه الهلال تأسس قبل السعودية. عالمي حبيبي. 1952 عبد الله شوف زيد سنة نكس سنة بعطيك طلب مشكلة ما في النص ولا بزيد نص. 1972 مطر عقبلي مرة عندي 1963 بابا 63 63 سعود ممكن اسال مرة ثانية متى تأسست السعودية؟ لا 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 ما يستوي السعودية تأسست في 1900 وما يخصك ما يخصك جوابي ما يخصك سعود 1900 80 مطر كم كانت اجابتك؟ 63 هذه الاهلي 1970 جماعه بما ان كلكم جاوبتوا في شخص فرق 6 سنين في شخص فرق 5 سنين والشخص اللي هو فرق 5 سنين اللي بيحصل النقطه هو سيف شنو الاجابه؟ 1957 وشين عليه حبيبي العالمي هذا ليه؟ السؤال اللي بعده عند عبد الله حينا عبد الله يا سامحنا استلمت المايك وعلى الأندية النقاط عادي عبود الحين جاب وراك السؤال عبود عادي جاب الحين 2003 النقاط 1-1-1-0 متى تم تأسيس نادي الأهلي المصري؟ شيل عليه يا رجل خلنا نطلع برا صبر افكر انا تركم سعوديه 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 بس دول عقب الدنيا سعوديه مصر سعوديه مصر سعوديه مصر 1951 مطر لا حبيبي شو تحسب صفحه ولا كيف؟ بس احاول اتذكر تأسيس الأهلي المصري 1949 49 سعيد ترجع لنا قلبي ما تتقرب تتقرب لا تتقرب لا 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 ملاك هو ملاك سنزومني فرعون ايوة رجعت فرعون باص حق ابو تريكه على الاهرامات كم الاهرامات 1930 سيف سيف انا بالله هاي كانت اجابتي والله والله بما انها اجابتك ما اعرف شو بتصير الحين بتصير اكثر بواحده ولا اقل اكثر ولا اقل بواحده لا لا بصير 1934 الاجابه الصحيحه هي نادي الأهلي المصري تأسس في 1997 صح يا مغنى تقرب واحد 1907 خش يا ابو تريكة روح يعني محمد 1910 كان يلعب ويا برشلونة بس طبعا جماعه فاكت تشيك للمتابعين كله من جوجل اذا في شيء غلط سامحونا بس نحن نطلع من جوجل
المهم برج خليفة. ماشي اذا ما عرفت عن جوازك حطه هنا. اي سنة انبنى احمد ساري وادي وسيف مهياب السنة صح عشان ما طول ما يحط جوازه. كتجربة كتجربة على السريع متى تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة؟ سيف يبدأ. 1976 عبد الله سعود والله برج خليفة اي سنة انبنى يا مطر؟ 2009 2009 سعيد فاير هذا انا هاشي في الامارات وخلكم مواطنين كم قلت كم 2009 2010 2009 شهر 9 يستوي؟ لا ما يستوي كنت بقول انا شهر 9 يا اخي والله العظيم 2009 يعني جماعه برج خليفه متى انبنى؟ ليش تعرف انه صح؟ يمكن صح يمكن هو غلط يا اخي هو صح 2009 خلاص انا خربط المترو 2008 عبود هاي كانت جابي وكتبها كتبها بيجي لأن أنا عارف هذا ما عشان أصلا أنت قلت لنا شو بس أيام الدرس أنا ما حكيت برج خليفة الإجابة الصحيحة هي 2009 مدرب ماسين كل اللي بنختاره خلاص بس ما بيجي ما بيجي بيجي رزيبة كعكة نروح المبنى الثاني يا سعيد ومتى تم بناء برج العرب 2004 احمد يبقى الاجابه كم 2004 اللي بعده 2002 2001 والله تمام عبد الله يسيد قلت ترى قال يستوي كيف كم لا لا قال شو قال يستوي ولا ترى كل اللي بدنا لا 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 بغير. انا ما ضاع عليه 2002 2002 مطرخ انا بقول 2003 2003 أربعة يا أربعة واحد يا 2003 يا 97 لا هقول 2001 اختار واحد اختار واحد 2003 2003 والله لا لا صدق 2001 2001 2002 3 4 جوابي أنا 2003 صح إذا غلط أعطيك جواب الصح الاثنين غلط عشان ما أطرد جواب الإجابة الصحيحة هي بدوا يبنونه في 1994 وانبنى في 1999 وسيف يحصل نقطة. صح. صح. على شيء. سيف نقطة ثانية. يا الله عندي مشكلة. 99؟ 99 نقطتين لا تصدق عمرك نقطتين نقطة. السؤال اللي بعده. المغرب وصلت دور 16 في كأس العالم في أي سنة؟ فر المايك فر المايك هو تعرف شو سيف المايك مو بس فرها زوي الشيء أحلى من الفار أحلى بعد أنا وياك طبيعي فضوح يا باشا وصلت دور 16 في كاس العالم ويعتبر من اعظم انجاز للعرب في كاس العالم نعم انا عارف متى لان متى استوت المغرب معروفه كانوا خارجين سيوم هناك يحطونها مكارينا يوم تاهلت للدور 16 فكان في كاس العالم سنه 1998 عبد الله يا ولدي كيف اقول؟ احس الربيع عارف يلا قول يا عربي يا عربي أنا بقول مخي جاي سيد 22 ناقص 4 حرام أنا بقول 1990 قوي 1990 منتخب الإمارات تأهل كأس العالم أول ما الحين هو ما صار منتخب الإمارات عشان منتخب الإمارات تأهل كان شافوا منتخب المغرب تحمسه منتخب المغرب تأهل 86 ويت وسووا مكارينا سعيد مكارينا المغرب في كأس العالم يا سعيد في أي سنة وصل دور 16 ممكن يخدع لنا تعادل والله مو بودكاست يلا جاوب بودكاست يلا سعيد مو بودكاست 85 85 المغرب وصلوا دور 16 في كأس العالم هذا يعتبر أكبر إنجاز بين العرب في 1900 وصلنا 88
اخر سؤال واللي هو بيكون بونس بوينتس وعليه نقطتين. صعب اللي جاب تكون من السبت لين الجمعه. واحد يوم. اختار يوم. اختار يوم هاي الايام لان هالشيء صدق تاريخي في الدول العربيه. اوكي. ويفضل انكم تعرفونها اذا انتم مواطنين وعرب. لا طب انت قريت دواء وعرفته. يبقى انت بس صراحه انت بس صراحه ورب الكعبه اني اعرف قبل. بس تمام بس ليت فاكتك يعني. اوكي. السؤال هو شيء يعني اذا انتم عرب يا جماعه انا جاوب على جماعه. والله يعني مشكلة أتحول مكسيكي. السؤال يقول في سنة 1998 شهر 3 يوم 21 21/3/1998 انولد شخص عظيم. انولد شخص عظيم. السؤال بوقفين وعلينا نقطتين. انولد شخص عظيم اسمه فهد جوال مطروشي. اخير ايوه كيفال 21/3/1998 صادف اي يوم في الاسبوع؟ يوم عظيم قال تعال عبالي حد حرر اقسم بالله والله ودي انس واتفل بوي. شو السالفه؟ يوم عظيم يا عبد الله شهر 3 شو بقول يوم الاربعاء يوم الاربعاء مطر ما بترد انا مطر عندك 15 ثانيه يوم الجمعه انا وياك في خير حبيبي يوم السبت يوم السبت الجمعه يوم السبت وسيف طبعا انا عارف مو بالي بس يوم الثلاثاء يوم الثالث اللي جاوب الصحيحه هي سيد والحين نعلن النقاط مطر 4 سعيد 4 سيف 3 سيف اذا قال رقم بس 1 2 وعبد الله 1 وهني نعلن ان اغبى واحد في تاريخ العرب هو عبد الله. هذا بيكون السؤال الجاي لو بتتذكرون تاريخ اليوم. اوكي 17 اليوم بسالكم من اغبى واحد في تاريخ العرب منو شو اللي جابه؟ عبد الله. يا تنسون قول اي يوم اليوم شو الاحد صح؟ لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير وان شاء الله عجبتكم الحلقه وترقبوا الحلقه الجايه للاسف حبيبي.